أعلن برناردينو ليون مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا عن توصل الفرقاء الليبيين إلى اتفاق، كما كشف ليون عن أسماء أعضاء حكومة الوفاق الوطني الليبي التي اقترح فايز السراج رئيسا لها، وذلك تمهيدا لحل النزاع الليبي. يبدو أن الجهود الدولية نجحت بعد إصرار ودأب طويل بوضع أقدام الليبيين على طريق حل الأزمة السياسية المستعصية، وتأمل الأمم المتحدة أن يتم تطبيق اتفاق السلام الذي تم الاتفاق عليه بحلول 20 من أكتوبر الجاري، ليتم التفرغ لدعم 2,400,000 ليبي بحاجة للدعم الإنساني. وقد أعلن مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون الليلة الماضية في المغرب أسماء أعضاء حكومة وفاق وطني برئاسة فايز السراج إلى جانب 3 نواب لرئيس الحكومة. وأكد ليون في مؤتمر صحفي بمدينة صخيرات أنه بعد سنة من الجهود التي بذلت في هذه العملية مع أكثر من 150 شخصية ليبية تمثل كل المناطق، فقد حان الوقت لنتمكن من اقتراح تشكيل حكومة وفاق وطني من 17 وزيرا بينهم امرأتان. كما يشكل رئيس الحكومة مع 5 نواب مجلسا رئاسيا. وقد رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالاتفاق، وسارعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني إلى تهنئة المفاوضين الليبيين، مؤكدة تأييد الاتحاد لاتفاق حكومة الوفاق الوطنية ودعمها بما يصل إلى 100 مليون يورو. كما عبرت وزارة الخارجية المصرية عن ارتياحها لهذا التطور الهام وللجهد الذي بذله المبعوث الأممي برناردينو ليون في التوصل إلى هذا الاتفاق بمساعدة عدد كبير من الدول. وللوقوف على تفاصيل ومعطيات هذا الاتفاق، معنا عبر الهاتف من العاصمة المصرية القاهرة الأستاذ محمد العمامي، المحلل السياسي الليبي. أستاذ عمامي، مرحبا بك معنا عبر الهاتف على قناة الشارقة، وأبدأ معك مباشرة. هذا ما كان بالإمكان وإرضاء الجميع، غاية لا تدرك، هكذا قال ليون المبعوث الأممي إلى الشأن الليبي. هذه الحكومة الجديدة، ما هي فرص نجاحها في ظل المعطيات على الأرض؟ مساء الخير يا صديقي العزيز. هو بالتأكيد عندما تتوفر نوايا طيبة تكون فرصة التوافق والنجاح متوفرة. ليبيا مرت بسنة صعبة للغاية، والناس وجدوا أنفسهم في مأزق لم يعتادوا عليه من قبل، وبالتالي سوف يكون هناك بالتأكيد نجاح في الخروج من هذا المأزق، خصوصا وأن معظم الأسماء المطروحة مشهود لها بالخبرة والسمعة الحسنة، ناهيك عن النية المتوفرة عند الجميع للخروج. نعم سيد عمامي، هنا أريد أن أسأل عن شخصية فايز السراج، إلى أي مدى هنالك توافق أو إجماع وطني حولها يؤهلها لقيادة الحكومة في ظل هذه المرحلة؟ الحقيقة أن الإجماع الأكثر هو على شخصية السيد فايز بسبب تاريخ أسرته النضالي وتاريخ هو أيضا وخبرته وممارسته المهنية للكثير من المناصب. والده كان قد تبوى وزارتين في العهد الملكي ومعروف بنشاطه السياسي الفعال. السيد فايز أيضا تولى عدد من المناصب، وهو من النواب وإن كان قد قاطع حضور النواب باعتبار أنه مع حكم المحكمة، ولكنه وهذا في تقديري محسوب له لم ينخرط لا مع فجر ليبيا ولا مع النواب، بل ظل على الحياد الى ان رشح لهذا المنصب. نعم. واعتقد انه شخصيه توافقية ومجمع عليها. جميل جدا، الشخصيات التوافقية ربما تكون يعني موجودة والنوايا الحسنة موجودة، ولكن عندما تبدأ الأمور على الأرض التفاصيل هنالك يبدأ يعني لا أريد أن أقول الشيطان في التحرك. ما هي الهفوات التي ممكن أن تسبب أرق لهذه الحكومة، وما هي كذلك أهم المعطيات أمامها في ظل العديد من المتطلبات المفروضة عليها؟ في تقديري أنه لو توفرت خطة أمنية بالدرجة الأولى للحكومة سوف تمشي قدما. أنا أخشى فقط من الميليشيات المسلحة التي قد تتعارض مطالبها مع
ما سوف تقوم به الحكومة. إن توفرت البرنامج الأمني والمساحة الخضراء مثل ما يقال، و التمدد المليشي والسلاح المبعثر إن تم جمعه والقضاء عليه، بالتأكيد أنها سوف تنجح نعم نجاح. سيد عنامي، ولكن النقطة الحساسة هنا الجو الأمني، من بيده أن يستطيع أن يوفر هذا الجو اليمني أو يوجد هذه المساحة الخضراء؟ الكثيرين تقدموا بمقترحات لتوفير هذا الجو، ولكن أعتقد أنه سيتم من خلال المجتمع الدولي، باعتبار أنهم أكثر خبرة في مثل هذه الشؤون، وبالتالي سوف يوفرون مساحة خضراء تتحرك فيها الحكومة. لا أريد أن أطيل عليك، أنا شخصيا متفائل جدا، لأن الليبيين يعلمون أن ما من خروج من هذه الأزمة إلا بتعاونهم وتكاتفهم من أجل مصلحة ليبيا نعم وأرض وفوق نعم ذلك. سيد محمد العمامي المحلل السياسي الليبي، ونحن بدورنا الوقت يداهمنا، لا نريد أن نطيل عليك، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات.